بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين بدون عنوان من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. نمسي عليكم بالخير طبعا في هذا اليوم 3/7 ذي القعدة لعام 1435 هجرية، الموافق 2 سبتمبر لعام 2014. تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني، معنا وائل، من الإخراج الإذاعي معنا نزار، في الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي، ويا مرحبا بكم يانا. طبعا للتذكير، برنامج بدون عنوان يأتيكم كل يوم 3 من الساعة 10 وحتى 12 صباحا، ويعاد يوم الجمعة في نفس التوقيت على التلفزيون فقط. وبرنامج بدون عنوان عبارة عن برنامج منوع، برنامج إرشادي توجيهي أسري نصائحي، في بعض الأحيان يسوي لقاءات كذلك مع مختلف الشخصيات ويناقش مختلف القضايا اللي تهمني وتهمكم ويحاول إيجاد الحلول إلها أو تسليط الضوء عليها. في عجالة طبعا، يمكن نوهت للحلقة أنا أمس ونوهت عنها اليوم في البث المباشر، وكان عندنا اللي هو تكلمنا أن راح تكون الحلقة عن النكد، ومعظم الأحيان ممكن نحن كبشر عاديين وكناس عاديين مربوط عندنا النكد اللي هو بالحنة وبالمشاكل وبغيره وبغيره، فدائما ودائما الصفة هذه مربوطة بالمرأة. فمدى صحة المعلومة هذه، وهل فعلا النكد هذا مربوط إلى تعبير معين أو إلى عفوا تفسير معين أو تعريف معين، وهل هو فعلا مربوط بالمرأة ولا لا؟ فبناخذ اليوم طبعا عنوان حلقتنا اليوم راح يكون الفوز بمعركة النكد، فهي معركة في النهاية، فمن اللي يفوز فيها ومن اللي يكون خسران فيها، كل هالتفاصيل إن شاء الله راح نناقشها اليوم طبعا مع صاحبة المكان، نحن بنقول ما بنقول ضيفتنا طبعا، مع الأستاذ طبعا والمستشارة في العلاج الأسري الأستاذة عايشة المطوع. يا مرحبا بك أستاذ عايشة، نرحب فيك ونرحب بحضورك وجزاك الله خير على أنك دائما تحرجين الصراحة بتخصيصك وقت في إصلاح المجتمع وفي توجيه المجتمع وفي توجيه الرسائل الإيجابية للمجتمع في الإصلاح الأسري، فجزاك الله خير أستاذة. وياكم بارك الله. نحن شاكرين لك مرة ثانية وثالثة ورابعة. الله يسلمك. تفضل أستاذة، أول شيء قولي لي هل في شيء اسمه النكد، وهو شو تعريف النكد وشو النكد بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول بس النكد هو دائما يطلق على الضيق والعسرة والشدة، هذا بمفهوم العام. الآن عندما نقول هذا الإنسان نكدي، هذا الرجل أو هذه المرأة نكدية، نحن نقول هو الإنسان صاحب الطباع السيئة. عندما نطلق عليه هو نكدي، هو عندما نقول هذا السيئة. نكدي عندما يخرج منه طباع سيئة، ومعروف عنه أنه هو سواء بالقول والفعل أو حتى بالإشارة. صح؟ يعني قولا فعلا أو إشارة أنه يطلع منه أشياء سيئة، فنقول هذا نكدي. والله ونحن نستخدمها، بس أنا ما بعرف على شو بالضبط. نحن مجرد ما نضايق من الشخص ونحس مثلا انه وايد يتشكى مثلا، او وايد يتذمر، او وايد كذا، فنقول عنه نكدي، او ينظر للاشياء بسلبيه دائما. ايوه احنا نقول عنه نكد. صح. فالنكد هي جايه من الضيق، من العسره، من الشده، حتى يقول لك نكدت الحياه، يعني ضاقت علي الحياه. ونكد بحاجتنا، يعني بخل بحاجتنا، ضاق ضيق علينا بحاجتنا. أصبح النكد هو بمعروفه ومفهومه العام أو مصطلح اللغوي، إنه هو عبارة عن الضيق والنكد. الآن في ناس دائما يا هما متضايجين دائما، فما يخرج عنهم من ألفاظ وأقوال هي ألفاظ نكدية أو بما معنى سلبية، أو هما يقومون بالعملية النكد نفسها اللي هو مضايقة الطرف الآخر. فهي أعمالهم بكل الأحوال عبارة عن أعمال أو أفعال أو أقوال أو إيحاءات سلبية. طيب في حد يمارس النكد متعمد قاصد، بس على أساس نحن ساعات تقول هذا الإنسان يحب النكد، يعني يوم يشوفني أنا مستأنس، معظم يعني نسمع، ما أبغى أكون سلبي دكتورة، أنت دائما تركزين على الموضوع لا تكون سلبي، بس في ناس سبحان الله كذا، يعني مثلا سمعناها وحاصلة. بعض الزوجات مع الأسف الشديد يوم تشوف زوجها مستأنس يحاول أنت تنكد نكد عليه. نكد عليه، يعني تبغى تشوف انت ليش مستانس، اكيد شايف شيء، اكيد كذا اكيد كذا، فتحاول تنكد عليه. طيب او العكس، في 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 او العكس. نعم، احنا خلينا نرجع دائما علشان نفهم الامور، خلينا نرجع لقواعدها. متى ما عرفنا القاعده سهلت علينا الامور كلها. الان
احنا اغرب واقوى علاقه انسانيه هي علاقه الزواج. ليش غريب؟ بالنسبه تسمين الزواج تقريبا لعبه. ايوه ليش هي اولا العلاقه هذه غريبه؟ هي اقوى علاقه انسانيه على فكره. علاقه الزمالة، علاقه صداقه، علاقه زواج، علاقه العمل، علاقه الاب وعلاقه، هي علاقات، لكن اقوى علاقه علاقه الزواج من العلاقات القويه. طيب لكن اغربها ليش؟ لانها تتارجح ما بين نقيضين، ما بين حب وعداء. اليوم حبه وباكر عدوي، صح؟ ما بين يعني ارتفاع وهبوط، ما بين راحة وطمأنينة ونكد، أو ما بين سعادة ونكد، وما بين راحة وتعب، ما بين ألم هي علاقة غريبة. رغم هذا الإنسان يعيشها وما يقدر يعيش بدونها، ما يقدر يعيش بدونها. هي طبيعتها هكذا أنها تتأرجح ما بين نقيضين. الآن ليش هي نكدية أو ليش هي صاحبة الطرف من العلاقة؟ إحنا قلنا هي طرف، صح؟ أو هو طرف، هما طرفين. طيب ليش هي نكدية أو ليش هي تنكد عليه أحيانا؟ هي ما في هي تنكد عليه، هي في أشياء ثانية، قواعد ثانية أو أسباب ثانية، منها الخبرات السابقة في الطفولة، منها ما هو الأشياء والعوامل والأسباب التي أدت لتكوين شخصيتها. هذه الأشياء والأسباب والعوامل هي اللي تخليها تطلع بالصورة النكدية اللي أنت قلت عنها. إحنا هروح نشرحها بعدين، لكن خلينا نقول إذا قلنا إن الزواج أو أي علاقة في الدنيا، حتى مو بس الزواج، هي عبارة عن لعبة. إذا حسنا فهم قواعدها، عرفنا كيف نركبها، تتراكب، وإلا تفككت وطاحت من إيدنا. استوت نكد. استوت نكد. هذه هي. شو قواعد لعبة الزواج على أساس نتفادى النكد؟ أول قاعدة. الآن هما اللي يتزوجون مرأة ورجل، صح؟ رجل ومرأة. طيب المرأة والرجل هل هم مختلفين أو متشابهان؟ مختلفين. أوكي، إذا هما مختلفين ليش نطلب منهم التوافق دائما؟ الاختلاف هو سبب الخلاف دائما، مدام هما متشابهين شيء واحد، إن هما بشر. هاي بشر لكن مختلفين تماما. إحنا ننسى لما نتزوج هذه النقطة، إنه هو ذكر وأنا أنثى. طيب هو تركيبه العقلي والبيولوجي مختلف عني أنا، طيب ليش أطالب أنه يكون نفسي؟ لا، لازم أفهم إنه هو غير عني، هو جنس وأنا جنس، وهو يفكر بطريقة وأنا أفكر بطريقة مختلفة. حلو. ذكرناها الأشياء. نعم. الطريقة اللي يفكر فيها. نعم. طيب هو يتعامل مع الأمور ويدرك الأمور بطريقة مختلفة عن إدراكي أنا. طيب هو يستمد طاقته بطريقة مختلفة عني أنا، لأنه هو رجل وطبيعة المرأة مختلفة. طيب ليش نطالب أن نكون إحنا متفقين دائما؟ لا، يجب أن نكون مختلفين، ولما نكون مختلفين يجب أن يطلع بعد الاختلاف بالاختلاف خلاف. طيب هذا طبيعي، لكن القاعدة وين؟ كيف تدير الخلاف؟ هني القاعدة. أنت لازم تتعلم كيف تدير الخلاف الذي ينشأ من الاختلاف اللي بيني وبينك، كوني رجل بس. هذه هي القاعدة. إذا عرفت كيف تدير الخلاف اللي صار بيني وبينك بسبب الاختلاف اني انا ذكر وانثى، هاي واحده من القاعده اللي تخلي اللعبه تتركب بالتقاء. والله عجيب دكتوره، تدري انا ما فكرت فيها ولا مره، ولا حد يفكر فيها. احنا تعرف شو مشكلتنا في الدنيا؟ احنا صغائر الامور ما ننتبه لها، ما نسويها فتصير لنا اشياء كبيره. اقول لك مثلا، احنا عندنا بالشرع الانسان يتوضأ عندما ينام، يتوضأ عند الخروج، يقول بسم الله، يقول المعوذتين المحصنات. من اللي يسويها؟ قليل، إلا من رحم ربي. شو اللي قاعد يصير فينا؟ حقد وحسد وتصاب نصاب بالعين والطاقة. ليش؟ لأن غير محصنين. معنى شغلات سخيفة ما تأخذ منا ثواني ودقائق بس ما حد تسويها. هذه الأشياء ما نفقهها، تعرف ليش؟ نحن غير مدركين وغير واعين باللي يصير حوالينا. بدينا نصير غير مدركين غير واعين. يعني خلينا ما ندخل في الفيزياء الحين، خلينا ندخل باشياء ثانيه. دكتور انت كلامك وايد مهم. الاختلاف هذا ما بين الجنسين، انا كذكر وانت كانثى، يولد خلاف. فانا لازم يكون في خلاف على اساس ان هذا الخلاف هو طبيعي بحكم اختلافنا. لازم يصير خلاف. عدم وجود خلاف مو طبيعي. هو اللي مش طبيعي بالضبط. عشان كذا السنه الاولى من الزواج يكون فيها كثير خلاف لأن بدأ اثنين مختلفين تماما في مكان واحد، هم لم يتدربوا على أن يكونون في مكان واحد، ما سبق لهم الزواج قبل،
وما أخذوا مثلا دورات، أو اللي يأخذون دورات شوف أمورهم وايد أحسن، أو ما قرأوا أو ما تعرفوا ما هي الـ الحياة الجديدة المقبلين عليها، ما تعرفوا أو خذوها بطريقة خاطئة، أو خذوها بطريقة مثلا أفكار مختلفة أو خاطئة. فلما يقعد الذكر والأنثى مع بعض وهم مختلفين، المفروض هي متعودة على طريقة تفكير معينة قبل. أنا أطلع وأروح على كيفي، أنا أطلع وأروح أو أنا أسوي الشيء هذا أو أحطه على يمينه. هي هذاك يقول لك لا أنا ما أطلع وأروح على كيفي، هذا قانون غير مسموح عندي كرجل، كيف يصير يبتدي الخلاف. زين دكتورة عفوا، بس النقطة هذه جرت لسؤال مهم جدا طرح في بالي، اللي هو أنه يستقيها من أماكن غلط أو يتجهز من أماكن غلط. هنا ني حق بعض الشباب الله يهديهم إن شاء الله ويهدينا، وبعض البنات، في بعض الشباب بحكم يمكن بعد أرجع أقول ما أبغى يكون سلبي، خلنا نقول بحكم تعاملاته مع النساء، نعم، يشوف نفسه مرغوب، يشوف نفسه معجبات أكثر، يشوف نفسه كذا زين، يشوف مثلا في بنات يرغبون فيه كزوج وهذا، فهو في اعتقاد نفسه أنه راح يكون زوج ممتاز وجدا ناجح في حياته الزوجية، لأن هذه بالنسبة له خلنا نقول معتقداته أفكاره عن نفسه. كذلك الأخت في المحيط اللي هي عايشة فيه، المحيط الذكوري خلنا نقول في مجال العمل أو غيره في الشارع، رسمت صورة ذهنية أني أنا بنت مرغوبة والشباب والرجال يحترموني ومعاملتهم جدا ممتاز وياي، وكل واحد فيهم يتمناني أني أكون زوجة له، فمعناته أنا راح أكون زوجة ناجحة. فهم يستقلون المعلومات من هنا، وهذا غلط طبعا. يوم يعيشون يا بعض يتزوجون، هل اثنين يتزوجون حياتهم تكون ينصدمون شوية، لأنه هو يقولها أنت ما تراعين وما تقدرين، وأنا اللي برع اللي شفتهم واللي مروا علي كذا، كلهم يتمنون مثلا ظفر من ظفري، وهي تقول لنفس الكلام. فهذا هل يستوي هالشيء ولا أي؟ أولا هي ما تعرفت، إحنا بندخل شوي شوي على كيف هذا ما يؤدي للنكد. هذا يؤدي لنكد كبير. هذا يؤدي لنكد كبير اللي هو كيف أني أنا أفهم الطرف الآخر. شوف، هو قبل ما إحنا نبتدي نتعلم كيف نفهم الطرف الآخر، إحنا نقول يا جماعة تعرفوا على أنفسكم، أنت عارف شو أنت اللي شو تحب وشو تكره وشو الأشياء اللي المفروض أنها تريحك، وخلي الطرف الآخر يعرفها عنك، بعدين تعرف على الطرف الآخر. اللي يصير إني أنا أتزوج وبعدين أدخل بالعلاقة أنا ولا أدري شيء عن نفسي، ما أحب ما أكره وما أدري شنو، ولا أعرف حتى أقول 1 2 3، يعني ما أعرف أقول له شوف ترى أنا هذا اللي أحبه وأكرهه، وأنا هذا اللي أبي وما أبي، إيش رأيك أنت، هذه يناسبك ما يناسبك، هذا الكلام ما يصير، بيدخلون على طول على العلاقة فيصير هذا الصدام. فالمفروض إحنا قبلها، لا، إذا أنت حاس أنك أنت ما شاء الله عليك كل الناس تتمناك، وهي حاس أنها هي حتكون إن شاء الله، لكن هل تم أنت كجنس، أنت كجنسين هل تم قعدتوا مع بعض اتفقتوا على هالموضوع فعلا، شفتوا أنتوا وجهات نظركم صحية، أما الصورة الذهنية هي كلها خيال وأحلام يغضى، وهذه هي نقطة خلاف كبيرة ونقطة نكد كبيرة. طيب لو نرجع للقواعد، أيوة. من القواعد الأساسية الثانية اللي موجودة في الزواج، أني أنا مثل ما قلنا نتعرف على النمط الثاني. الآن الإنسان أول ما يجي يكون هو إنسان غريب علي تماما، لكن الإنسان تتحكم فيه تقريبا 4 أشياء. إحنا نقول دائما تتكرر عند النساء شغلة، يقولك دائما يحب يا يروح عند ربعه يا دائما عند أهله. في البيت ما يقر مثلا، هارب دائما. ليش؟ فنروح نقول لها أنت شو تسوين، أكيد أنت تهربين أو كذا، كنت تقول والله لا أنا أموري طيبة يعني ما أسوي هني. لا، هني هو نمطه طريقته طاقته يأخذها ويشحنها من وجوده مع الناس، فهو يقعد معات شوية ومع العيال، وبعدين بعد ما يكفي يبي يشحن، بعد يروح عند أهله شوية، تشوف هنا قام راح عند الميلز شوية، فهو هاي طبيعة فيه، قدري في هذه الطبيعة وعطيه يوم، عطيه ساعة في اليوم، عطيه ساعتين في اليوم، يروح يطلع يأخذ طاقته ويرجع. ليش طاقته ما يتشرجها في البيت؟ ما عليه، هو بيتشرجها عندك، بس هو بعد محتاج ناس أكثر، جماعة جمعة. هي هكذا خلق، هاي طبيعة، هاي نمط نقول عنا هذا إنسان منفتح.
في ناس نمطهم انطوائيين، مش انطوائيين بمعنى يحب يقعد بروحه، لا، انطوائي هو يحب انه ياخذ طاقته لما يكون لحاله، لما يبي يقرا جريدته او يقرا كتابه او يطالع تلفزيونه او مباراه يحب يكون لحاله، ما يحب الحشره حواليه، ما يحب الاطفال كثير ياذونه، يبي يكون متابع قوي. هذا المره لما تي والطفل سوى حشره وهو عصب، فتعرف ان نمط زوجي لا، هو يحب يكون هدوء، فتسوي له الجو الهادي للموضوع هذا، الامور تصير طيبه، ما راح ينفر من البيت، ما راح ينفر لانه راعت نمطه. وهي بعد تفهم يعني هو ليش دائما يعصب علينا لما قاعد يطالع مباراه او يقرا شيء او ليش دائما هو بغرفته ما يطلع برا. نقول له لا، احترم المساحه هذه، خليه الفتره، هو حيطلع، هو قاعد الحين يشحن طاقه. طيب اذا ما احترمته دكتوره شو اللي ممكن يسوي؟ يتنكدون انه هو الحين دخلتي علي في مساحتي، انا ما شحن طاقه، فيحس هو ما عنده الطاقه الكافيه فانه يتعامل معك، فدايما ما بيلبي لك طلباتك، ما بيقدر يسمعك لانه هو بعده ما شحن، يطلع برا عشان يقعد على بحر ولا يروح على بر ولا يروح كافيه الحال يشرب له قهوه او حتى يسافر، يركب طياره ويسافر ويقعد على كافيه يشرب قهوته ويرجع بس عشان يشحن طاقته. ونعرف ناس كثير كذي، ما ينفتح إلا إذا دق طيارة وراح وقعد على ذاك الكافيه اللي فوق وشرب قهوته أو راح مكان معين في بحر أو كذا وقعد فترة من الزمان الحالة يشحن ويرجع لك إنسان رائع. طيب هو الله خالقك كذا، هذا طبع. سبحان الله. طيب من الأشياء الثانية، كيف يدرك الأشياء من حوله؟ كيف يدركها؟ في ناس تدرك الأشياء بالحواس. خلينا بس نقطيع أساس نتجاوز عقب. هل أحد طرق شحن الطاقة هو السرحان؟ يعني يستذب روحه يجلس يفكر. ممكن على فكرة هاي مو بس شحن، هاي تأمل. في ناس يحب يسكت هدوء، يسكت كذي 10 minutes يعني وقت معين يسكت وهو باله في مكان ثاني. هذا ياس يشحن. نعم. هو يهدى بهالطريقة، يهدى حتى زعلت شوفه ياكل العد سرحان. والزوجة النكدية هنا تتخلى. لما تتخلى شو تفكر فيه؟ لما تتخلى هي راح دخلت له على مساحته الخاصة، يصير الاختلاف. إذا هو هادي بيطنش بيمشي بس ما بيكون مرتاح. دكتورة اليوم نزار ماشي دار صوب الرياييل. لا لا صورة يا انتبه. طول بالك تونا بداية الحلقة. طيب الحين الشيء الثاني، كيف يدرك الأشياء؟ في ناس تقول لك خليني ألمسه، خليني أشمه، خليني أشوفه، خليني أسمعه. بتروح تشتري شيء معين تقول له لحظة خليني أدق الشيء، خليني أشوفه. هذا ليش يسمونهم حسيين؟ يعني لازم الحواس الخمسة يشغلها عشان يدرك. فتي تقول له أنت شو رأيك في الموضوع الفلاني؟ يقول ما أدري، أنا مو عاجبني. أو أهم شيء في الميزانية، تقول له أنا أبي كذا وكذا وكذا وكذا، ما في فائدة، ما يرد عليها، ما يعطيها، ما يكفيها. من أول ما تجيب له الورقة والقلم وتكتب له تنصلح الأمور. ليش؟ شاف لأن نمطه كذا. في ناس عكسهم الحدسيين اللي يقول لك دائما نكرر كلمة أحس أشعر، قلبي يقول لي هذا زين، قلبي يقول لي أنت محتاجة اليوم، في محتاجة كأني حسيت أنك محتاجة. حدسيين عندهم الشعور قوي جدا. طيب انت لازم تعرفينه وانت لازم تعرفها هي كيف. طبعا زين، هاي ادراك الاشياء. دكتورة انا غشيت فيك الصراحة. انت غشيت فيني. خير، انا غشيت في الحلقة اليوم. ليه؟ احيانا بداية الحلقة تحرات انت داري ويا الريايل، اكتشفت انك داري ويا الحريم، قاعدة تعطيهم المفاتيح كيف يتعاملون مع هذا. انا اقول شي بتفضي جيبه وبتاخذ عنه كل شيء وبتعرف كيف تتعامل وياه. انا اقول لك المرأة صاحبة شغلتين كبار، كيد عظيم وحب عظيم. اختار انت، تختار ماذا تريد، تكيد لك ولا تحبك، كيفك انت. لا خلينا بالحب الله يخليك، بعيد عن الكيد والنحاس. انت تختار. افهم عليها علشان تفهم عليك. الشيء الثالث، الان هي مشاعريه بقراراتها او هو مشاعري بقراراتها، ام هو انسان منطقي يروح للمنطق. بمعنى الان مثلا، وهذه تصير كثير ما بين المتزوجين، اول ما يركبون السياره وين نروح ناكل، فالزوج يقول اللي تحبونه، هي تبتدي تنكد. انت عمرك ما وديت صراحه، بقول لك حقيقه هذه تصير معي انا قبل ما افهم زوجي يعني. فاول ما نركب اقول انا مره بحياتي ابي تقول لي انا رايح المكان الفلاني بدون ما تخليني انا اللي افكر. قال يعني انا احب اخذ رايكم. هو يا حرام عاطفي، يعني مش عاطفي، مشاعري، يعني يحب يراضي الناس اللي حواليه على أساس ما يحب حد يزعل منه. هذا دائما شعاره.
فيحب انتو شو تحبون انتو شو يريحكم ويخاف انت باكستي اقول ما ننكد عليه تأكلين اكلتنا على كيفك وديتنا هالمطعم بعدين لما فهمت نمطه كان اقول له خلاص انا نمطي منطقي فانا احب احدد المكان اللي يؤدي الى راحتي واقول له انا هذا المكان فقمت انا احدد المكان واقول ايش رايك هالمكان يريحك ولا لا يقول لي اوكي مدام يريحكم يمشي الحال حلو انسجمنا راح النكد سبحان الله سبحان الله أمور طيب. بسيطة دكتور أمور بسيطة طيب هاي أمور بسيطة بس كل الناس بس تسوي مشاكل فعلا تسوي مشاكل يعني. كثيرة طيب نروح للنمط الرابع هي قلنا أربع أشياء تحدد نمطك الشيء الرابع أنت إنسان مرن تلقائي الدنيا البساط أحمدي الدنيا سهلة عندك إذا مليون باكر فوضوي أحيانا ولا أنت إنسان حاسم جدا وهذا ينحط هني يعني ينحط هني وهذا إذا نحط هناك تصير مشكلة كبيرة فتقوم تفهم الزوجة إذا كان زوجها من النوع التلقائي سوري مش التلقائي الحاسم جدا هو منظم جدا يحب التنظيم إذا أنت فوضوية أو مرنة أو إن تسوكي اليوم ما عدلت باكر عدل هذه الناس التلقائيين هذه الناس ممتازين الدنيا ماخذينها بسهالة يعني لكن بعد فوضويين بالنسبة للإنسان المنظم كثير يصير في تعارك أنت فوضوية أنت مو مرتبة تقول أنت وايد عاد معقدها فتصير نكد والعكس صحيح إنه ممكن تكون هي كثير منظمة وتطلع عين العيال وتطلع عين الناس تبقى كل شيء منسق وهذا مو شيء سيء هذا مو سيء هذا ممتاز هذا طبيعتها لكن هو فوضوي ويعقق الأغراض وهي تتعب من طريقته لكن لو فهموا على بعض يتراحمون هذه قاعدة رقم اثنين هي يعني مثلا إذا يفر ثيابه مثلا ما تسويها قضية ومشكلة لا بس يعني شنو تفهمون أنت ممكن هذا المكان هاي السلة أنا حطها هني بس تعلمت ولا ترى أنا حاطة السلة هاي السلة عق فيها بس عق أنت مو يحب العق خلي عق في مكان اللي ريحت أنت هني والله صار دكتور في إذا الحياة ما تقول والله الحياة صدقني الأمور طيبة والله الحياة كذي هي والله كان سكرنا المحاكم بس العلم ونور طيب هاي بالنسبة للقاعدة الثانية القاعدة الثالثة اللي تقول اللي هي احنا قاعد نتكلم عن قواعد ننظم اللعبة لعبة الحياة صح وخليها تتماسك ما نخليها تنفك الزواج على فكرة اذا تزوجتوا يا اثنين ترى هي يعني يا متزوجين يعني فيها تشمير وفيها بذل مجهود يعني انتم ما راح الدنيا سعادة ابن حزم يقول الزواج بدايتها هزل وآخرها جد أصبح أنت حتى تهزل شوي وتمرح وتفرح بس بعدين شمر لأن كل واحد فيكم مجهود لازم يبذله ما في أنك تقعد بدون مجهود أو تتشلع الطرف الآخر أو أن فالزواج عبارة عن مجهود لازم تبذله مش عبارة عن راحة لازم وكثير في مجهود من بدايتها لآخرها أنت مستعد لها المجهود لازم تكون مستعد لها عشان تدخل القاعدة إذا قلنا الثالثة الرابعة القاعدة الرابعة الأطفال مسؤولية مشتركة ما في شيء اسمه مثل ما أسمع في الناس متعلمين كثير يقولك تربية الأبناء على الأم صح؟ ما في هذا الكلام الأبناء مسؤولية مشتركة قد تتقسم هذه المسؤولية قد تكون بالبداية على الأم كثير وبعدين على الأب كثير أو ما بين وبين هي تتقسم على حسب قواعد البيت طيب القاعدة كل واحد اللي تدخل أكثر في مرحلة سنية معينة ايوه خاصة الأولاد لما يكبرون البنات لما يعني في كثير في أشياء هذه في قاعدة كثير مهمة أنا أحب أحطها على رأس القواعد ولكن أنا أخاف من الناس ولكن هي مهمة العلاقة الحميمية ما بين الرجل والمرأة من الأشياء اللي هي من أسباب النكد الأولى في الحياة الزوجية الناس ما تبالي لها ما تعطيها كثير من الاهتمامات ما تعرف طريقتها فبالتالي الناس تبتدي الرجل بالذات يبتدي يتنكد حتى المرأة تبتدي وبعدين هذا النكد داخلي ما يطلعونه بسبب ان هذا الموضوع في حياء مثلا وتم داخل يبتدي هو دائما يعصب او يبتدي دائما هي تعصب مو عارفين ليش لكن هو عبارة عن ان العلاقة الحميمية علاقة فيها اشكال هي بسيط هي طاقة موجودة لازم تتفرغ ولازم تتفرغ ولكن احنا ما نعرف يعني هي لها احنا بشر لها طرقها ولها امورها واحنا ما نعرف وبالتالي ولا نبي نتعلم بعد 10 سنين نشوف نقول والله خان او انه هي ما ادري شنو مشكلتها وما هي في مشكله هناك او انها تكثر المشاجرات والصوت العالي من الرجل فهذه بعد دليل من الدلائل او مثل ما تقولين يعني منبه زين منو اكثر واحد يسوي مشاكل في هذا الموضوع دكتوره
الرجل. الرجل. المرأة لأنه تصبر احتياجه أكثر عن المرأة. إيه الرجل، الرجل لأن هذا من الاحتياجات العميقة. يعني إذا الحين بنتكلم ما هي احتياجات الإنسان، هذه قواعد، لكن ما هي الاحتياجات حتى تنمي هذه القواعد وتتماسك فيها؟ لو اعتبرنا هذه الطوب، القواعد عبارة عن الطابوق، ما الأسمنت هي الاحتياجات اللي بنحطها تسكر اللعبة هاي وتخليها تتماسك، بصير بناءنا قوي. فواحدة من الاحتياجات اللي حنتكلم عنها الحين احتياجات العاطفية، مش بس الحميمية. شوف الحميمية مختلفة عن العاطفية. طبعا. الحميمية اللي هي الغرائز، لكن العاطفية أهم. الحميمية يجب أن تكون بطرق صحيحة وفيها سن الناس. العاطفية اللي هي تقدير، الاهتمام، الاحترام، الثقة، اللحظات السعيدة ما بين الطرفين، المرح، كثير من الأشياء اللي تدخل السرور في 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 حياة الشخصين هذه. لأن إذا بتطالع أنت الزواج عبارة عن مهام كثيرة، صح؟ عمل وروح وتعال وأطفال ومتى، بس وين اللحظات الصغيرة لو كانت صغيرة بس مقبولة اللي تكون فيها عاطفية؟ يعني اليوم قعدنا قعدة، اليوم عملنا عمل مع بعض، اليوم طلعنا مع بعض، اليوم قعدنا بدون أطفال، اليوم شربنا قهوة مع بعض، اليوم طلعنا مباراة مع بعض وكان صارت فيه لحظات عاطفية من بيننا، اليوم تبادلنا النكت اليوم مع بعض. هاي اللحظات أحيانا ننساها على فكرة. سبحان الله دكتورة، أحيانا ما أدري بيخطرني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يمارس هالأشياء صلى الله عليه وسلم، يوم يشرب من المكان اللي كانت تشرب من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فتتخيلين أثرها على نفس الزوجة، لو الريال يدور المكان اللي تشرب منه زوجته ويشرب منها وشربها، أو العرق اللي هو قطعة اللحم صلى الله عليه وسلم كانت هي تأكل منه فهو كان يأكل منها. فهذا كان يمكن، ما أدري بس أكيد كان يترك أثر كبير في نفسية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كذلك يوم كان يستحمون صلى الله عليه وسلم مع زوجته فيضاربون على الركوة صلى الله عليه وسلم، المرح اللي قلت عنه، السباق اللي كنت تتكلمين عنه صلى الله عليه وسلم، تقبيله يوم كان يصير يصلي صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته. طبعا هو هنا في تقبيل بشهوة، في تقبيل بدون شهوة، بس هو صلى الله عليه وسلم أكيد كان على وضوء وكان تقبيل تقدير أو احترام. فعلى الدخلة والطلعة، إذا النظرة، الابتسامة، الكلمة، روح الله يوفقك، الله صحيح. كذا، الله، مو بوين ساير، موين ياي، موين مدري شو، النكد، هذا اللي تتكلم، هذا اللي نتكلم عنه دكتور. ففعلا إذا الحياة بنيت بهالطريقة، ولكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإذا الحياة بنيت بين الزوجين بهالطريقة أكيد بتكون حياة. أنت الحين ذكرت كثير من الأشياء عطيتها للمشاهدين أن يسوونها، وهي كثير سجدون فيها في الـ في الـ في الأمور على قولتهم الرومانسية، أنا أسميها العاطفية، اللي هي ممكن تدعم علاقة الرجل والمرأة، وهي شواهد ما في أفضل من قدوتنا. حتى يوم تحمل الحين مثلا، منو من الرجال ممكن يكلم الطفل في الرحم هذا؟ ما الطفل يسمع، العلم أثبت هالشيء، وأقرب صوت إلا صوت أبوه. صحيح. فإذا يتكلم وياه، يلمس يلمس بطنها ويلمس الجنين، هذا يحس. هذه لحظات عاطفية كثير، هذه كم تترك أثر عند المرأة نفسها. والله أستاذ يعقوب، أنا بقول لك للأسف إن إحنا مرة في اجتماعات كثيرة ما بين النساء، إن لما سألناهم عن هاللحظات العاطفية قليل جدا اللي قالوا إن إحنا يعني نأكد عليها، أو إن إحنا نحاول إن لو باليوم الواحد نسويها. إحنا قلنا هي ما بين 10 ثواني إلى 10 دقائق ممكن تكون، أو نص ساعة. قلت لها 10 ثواني شنو ممكن يصير؟ ممكن شنو يصير؟ لحظة، قبل على الرأس، أو إن كلمة طيبة، أو ربط على الكتف، أو مسكت يد. قلناها مسكت يد، بالفعل قلنا مسكت يد. فقلنا هذه الأشياء باليوم الواحد إذا تسوت باليوم الواحد، وأقل هذه مقدار. في ناس يقول لك لا أنا ما أسويها. زين دكتورة، كيف ممكن الطرف يعلم الطرف الآخر؟ إيه، كل شيء في الدنيا يتعلم، إنما العلم بالتعلم، صح؟ بس أنا محتاج عقلية واعية قدامي استقبل الأشياء هذه. يعني مثلا الحرمة، مثلا إذا تبغي تعود رجلها، خلينا نقول إن أنا سألت الحين هل تيب نتيجة ولا لا، مثلا تمسك يد رجلها وتقول له صدق أنا ارتاح وأحس بأمان، أحس كذا يوم يوم. فهو مفروض يكون واعي، يكون قاعد يستوعب، يخزن الكلام هذا، إن هي شعورها يوم أنا بمسك إيديها كذا كذا، فهو يبدأ يمارس بدون ما هي تطلب. شنو قلنا أستاذ يعقوب؟ قلنا في ناس حسيين يحسون بالهذا، هذا ما بيحس بسرعة، ما عليه تكرر. في ناس حسيين
سوري حدسيين، هذا الحدسي بيحس بيقول ايه هي قصدها كذا، هذاك ما بيطوف تقول انا اعلمه بس ما يتعلم، فاصبري عليه لان نمطه حسي حياخذ وقت معك، فهمت علي؟ حتى لو انت بديتي تعلمينه علمي، لكن مو شرط انه هو يستقبل المعلومه بسرعه، اولا على قولتك مش مدرك واعي، ثانيا لان نمطه ما يساعده، لكن مع الايام لازم الحس الانسان الحس اللي هو يدرك به حواسه، ما في مانع حتى تقول انا مسكت ايدك اليوم علشان كذا كذا، ما في مانع، لكن الحس ما يحتاج، هو يشعر اكثر، فهمت؟ حتى النمط هذا له دور هنا يعني. زين البصري هنا كيف بيكون نوعه؟ ما ادري كيف بيوصل الانسان البصري؟ هي. هو البصري انه بالشوفه، زي اذا هو كان بصري او كان مش من النوع اللي يلمس وهي كانت من النوع الحسي مثل ما تقول، كيف بيتعامل كيف بيتوافقون؟ كلن على طبعه يعني، كلن على نمط، عفوا، ولازم كل واحد لازم يبرمج نفسه على 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 بالضبط. لكن لا مانع انه بعد يتطور عنده، شوف الانسان من عمر لعمر يعني من لين عمر 9 سنين يتغير، لان هي ثبات النفسي، وبعد من 9 الى 20 سنه، طبعا 9 10 11 نقصد، بعدين الى 20 بعد يتغير، من 20 الى 40 يتغير. الانسان يتغير دائما يتغير، ما في انسان بيتم على حاله. زين الحين انت اساس بس نوصل الصوره، عندنا ولدين ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ان شاء الله ويكبرهم ونفرح فيهم. زين واحد عمره 3 سنوات، واحد عمره ما شاء الله 5 6. اللي عمره 3 سنوات دائما يوم انا بطلع يقول لي بابا بابوسك دائما، هذاك الكبير ما يقول لي بس يراقب ايه، وساعات يغار يقول انت بابا كله تشله كله تبوسه كله كذا طبيعي، بس هو ما يجيني يعني، هذا يجيني يركض وراي لين الباب. واذا نسى هذا عنده طاقه عاليه جدا للحب، سبحان الله، اللي ابو 3 طاقته كبيره. وبعدين هل بحكم سنه ولا هاي شخصيته؟ شوف طبعا الاطفال عمر 9 ما يكون عندهم استقرار نفسي بعدهم، فعندهم مراحل نمو واحتياجات معينه، فعمر 3 مختلف عن عمر 5، كل واحد له احتياجات مختلفه، بتشوف هذا يغار بتشوف هذا، كل واحد له. لكن عمر هم بعد اقول لك في طبايع تظهر على الانسان، تظهر من حتى من يوم ولادته، حتى بالحمل اللي يقول نعرف هذا. لكن هذا عمر 3 هاي طاقته، عنده طاقته كبيره بالحب، استقباله للحب واخذ الحب كبيره، فهذا يحب ياخذ ويعطي. هذاك طاقته لا مو 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 كبيره بالحب، لكن عنده طاقات ثانيه ممكن يكون، فهمت علي؟ فعلا هو عاطفي زياده وكذا، اي فهذاك لازم تعرف كيف تعامل هذا وتعامل. لكن الان في هذا العمر لازم تعاملهم اثنينهم نفس الشيء، يعني اذا شلت ابوس هذا وابوس هذا لازم هني العدل عاد، لازم تبوس هذا وهذا، لكن هذا ممكن تلعب معاه بشكل مفرح، هو بيفرح اكثر، لكن هذا ما بيفرح اكثر، بس عطى نفس الشيء، عطى نفس العطاء الان. زين نرجع نروح للاشياء، احنا وصلنا ان خلصنا تقريبا هاي بعض القواعد اللي تمسك معانا البناء. يعني قلنا الاحتياج، قلنا فهم الطرف الاخر، قلنا الزواج مسؤولية، قلنا المسؤولية المشتركة، قلنا مجهود لا يجب أن يبذل، قلنا العلاقة الحميمية. طيب إيش إحنا قلنا؟ إيش الأسمنت اللي بيمسك هذه اللعبة أساساً؟ إحنا نسميها الاحتياجات، أوكي؟ واحدة من الاحتياجات رقم 1 ماسلو اللي هو العالم النفسي الكبير اللي حط هرم الاحتياجات، حط هرم قال هذه الناس، كل الناس كل البشر تحتاج هذه. رقم 1 تحت بالقاعدة الأكل والشرب، الحاجات الفيزيولوجية، بعدين يروح فوق الحاجات اللي هي الأمن المالي الصحي الاقتصادي، الأشياء هذه التعليمي، بعدين يروح فوق شوي يقول لك الأمور الاجتماعية، لازم يكون عندي علاقة مع صديق مع أب مع أم مع أقارب مع جيران، هذه ما تمنعني منها. شوف لاحظ أنت تحت في الاحتياجات الأكل والشرب، إذا منعت عني بيصير نكد. 2 إذا رحت فوق أنا عندي احتياجات، الحين شلون بعد الفسيولوجية؟ عندي الاحتياجات اللي هي الأمن المال صحة تعليم، ما أعطيتني مال بصير نكد، ما أمنت لي أمور تعليم بصير نكد، رحنا فوق منعتني عن بيت أبوي قلت لي ما تروحين بصير نكد، احتياجات طبيعية للإنسان أنت تمنعها عني. طيب رحنا فوق، بعد الاجتماعية في الاحتياجات الاحترام والحب والثقة، أنت بديت تصير شكاك معاي، طبعا انا ما قصدي رجل ومرأة، الحين حتى رجل ومرأة ومرأة ورجل، صرت شكاك، انت صرت شكاك دائما وين رايح وين جاي، هاي احتياجات عند الرجل طبيعيه، اذا ما اعطيت اياها هو بيصير نكدي معك.
رحنا فوق على أعلى قمة الهرم في احتياج تقدير الذات. الآن أنا محتاجة أقدر ذاتي، أحترم نفسي وأقدر وأرفع تقديري من ذاتي. الآن إذا أنت جيت في هالمساحة وتميت دائما تنكد علي وتخفض لي، أنت يلي ما يالفاشلة، يلي ما تعرفين تطبخين، يلي متيني الضعيفة، يلي أنت قاعد شو تعمل في تقدير في ذاتي، نزلة وتعطيني في هذا الموضوع، حيصير نكد كبير لأنك قاعد تعطيني في احتياج قوي أنا أحتاجه. أنا دائما لازم يكون تقديري لذاتي مرتفع، أثق في نفسي، شخصيتي قوية، أحترم نفسي، أراعي نفسي، وأنت قاعد تطعني في هذه المساحة، بصير النكد قوي جدا. لأن شوف الإنسان إذا وصل لتقدير الذات، ما سلو قالها بس كثير ناس يعني ما يعرفونها أو إنه يتغافلون عنها، لما وصل لتقدير الذات في نهاية الهرم قال لحظة كذي الإنسان ما اكتملت احتياجاته. لحظة بعد ما وصل لتقدير الذات يجب حتى تكتمل عنده كل الاحتياجات، يجب أن بعد ما يقدر ذاته يقدر الآخرين، يعطي للآخرين. حلو. يعطي، يبتدي حين يعطي، خلاص عطاء للآخرين. فأنت لما ما بتقدر نفسك ولا ما تقدر تقدر ذاتك، مش التقدير الذات ما يعطي إلا ببذل العطاء للآخرين. أنت ياسر حين تمسكني، ياسر تمسكني في هالمساحة هذه، تطعني في هالمساحة، إنه ما تخليني شخصيتي ما تخليها تكون قوية ودائما تضعف شخصيتي، أنا ما أقدر لا أعطيك ولا أعطي غيرك. فعشان كذي الحياة تصير نكد، ترفض المرأة، تعاند المرأة، والعكس صحيح، يقول ما يسوي لي وما يصرف علي وبخيل علي، بس بتشوفه كريم مع الآخرين، وهذه كثير شائعة صح؟ الرجل في بيته بخيل، مع الآخرين كريم. هي عندها تمسك ضعفه، أكيد كل إنسان عنده ضعف صح؟ تمسك ضعفه وتستفزه في ضعفه، دائما شخصيتك بدأت تنهار يقوم يمنع عنها المال، يبغى يمارس عقوبة أو انتقام أو شيء معين فيمنع قاعد يخلي هي تحوله نكدي، فيمسك أي شيء عاد اللي يقدر عليه، مال، أكل، اللي بإيده، خروج، عدم اللي هو، ويستحول الحياة نكدية لأنها قاعد تطعنها بشخصيته. في ناس سبحان الله تمسك حتى ممكن تدخل مقارنات مع الآخرين. أي ما هي مهني هذه، هي إن مثلاً تقول له أنت والله شوف فلان ريال، أنت مو بريال، شوف شلون يلبس، شلون آدمي، أنت كل حالتك تضربه في شخصيته، تضربه في تقديره بذاته، يقوم مرة على مرة وهو إنسان كريم، لكن عليها يمسك. فالنكد من وين ناشئ؟ أنك قاعد تضربه في احتياجاته. وإحنا كنت تذكر عدنا وقلنا كثير من الأشياء، الإنسان متى يصير عنيف؟ الآن اليوم نقول متى يصير نكدي؟ إذا ضربته باحتياجاته ومنعتها يتحول لعنيف. تذكر لما قلنا إذا أنت تميت تجوعني فترة طويلة بالأخير أضطر أني أصير عنيفة وآكل أي شيء قدامي، فأنت الحين قاعد تمسك عني احتياجاتي الطبيعية الأساسية. بعد ما رحنا لأشياء ثانية، إحنا الأشياء الطبيعية اللي أنا محتاجها اللي قال عنها ماسلو بالهرم تقعد تمسكها عني، أنا مرة على مرة حصير عنيفة بصير نكدية. طيب دكتورة، في بعد حالات أسرية أو أزواج أو زوجات يقولت نحن نسوي كل شيء مطلوب منا، هذه واحدة من الأشياء. من الأشياء الثانية اللي تؤدي إلى النكد الخبرات السلبية في الطفولة. يعني أنا إنسانة تعرضت لخبرات سلبية في الطفولة ومواقف سلبية، مثلا ضرب من الأب، اعتداء، أم قاسية، خدامة كانت معرفش إيش، مرمية عند الخدامة دائما، أي مدرسة، صديقة أمي ما حمت عن أمي، ما دفعت، أبوي ما كان موجود، أبوي كان مشغول، كثير خبرات سلبية تبقى في داخل الإنسان. إذا ما طلعت، إحنا ما متعودين التعبير عن الشعور هذا، مو موجود في كثير من ثقافتنا. الغرب عندهم تعبير عن الشعور دائما وارد، فيصير الخبرات السلبية شوي شوي تطلع. فتتم الخبرات، تتم وين تروح؟ تروح بالعقل اللاواعي. لما تتزوج تبدا تطلع عند هالفقير، تطلع ما ادري هالفقير المسكين، ما ادري ذكرنا عندكم ولا عند غيركم، انا نسيت ذكرنا انه انسان خزان، يبتدي يحط، يحب، يحط ويعبي 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 بهالخزان بالخبرات السلبيه. اذا قبل ما يتزوج ما نفرغها، الاول متى تطلع؟ اول ما يتزوج ينفجر، تطلع كل الخبرات السلبيه اللي موجوده عنده في السابق في الزواج. اي تطلع تنفجر. فاحنا دائما نقول لهم فرغوا الخزان، فرغوا الخزان. لازم الانسان الخبرات السلبيه، الخبرات الماضيه تكون في قاع العقل الباطن، فرغوها تفريغ مشاعر، عشان لما تروحون
إلا أنتوا رايحين بخزان فاضي تقدرون تعبونه بأشياء صحيحة. يعني بدلوها الخبرات السلبية بدلوها بخبرات إيجابية. فواحدة من الأشياء أن تحكم على الطرف الآخر دائما تقول إيه هو راح كذا لأن كذا. ليش؟ هي عندها خبرات، عندها نية قبل. ممكن هو عطنها الصورة أو هي عطتنا الصورة. احنا نتكلم وحدة، ممكن تكون، ممكن هي مسكت عليه خلينا نقول خيانة معينة او تصرفات معينة، فبناء عليها رسمت صورة ان هذا الرجال مجرد ما يسوي كذا مربوط بكذا. ما هي خبرة، هاي خبرة. ممكن هو يكون رسمها. طبعا يكون هو رسمها. زين دكتورة، كيف نحول النكد الى جميل، الى شو؟ الى نكد. زين طيب، احنا يعني انا قبل ما نقول ان كيف نحول النكد الى نكد، هي كثير في اشياء، بس انا قاعد اقول شو اللي نخسره بالنكد. شو اللي نخسره بالنكد؟ يعني احنا لما نكون حياتنا كلها نكديه، خلينا نفكر شنو نخسر. انا بجاوب وانت تقول لي صح ولا غلط. اخسر صحتي، ممكن اخسر وظيفتي، ممكن اخسر اصدقائي، ممكن اخسر المحيط اللي انا فيه، وأهم شيء بخسر أسرتي لا قدر الله، بخسر بيتي، عيالي. خسائر كبيرة يعني. أي خسائر كبيرة. أي. صح، على الصعيد النفسي وعلى الصعيد المحيط الخارجي. رائع، تجاوبت، هاي جواب عميق وشامل. هاي واحد. في شيء هذا واحد هذا لا هذه كلها. بس أنا أقول لك يعني لو نفصل نقول أنت لما نكت، في اللحظة اللي نكت فيها أنت سويت إيذاء للطرف الآخر وألم. واحد، ألم طرف، ألمت إنسان. أنت سببت ألم نفسي كبير لإنسان. فكر دائما كذي، وانت ما مفروض، احنا نتآلف مش نتخالف. طيب انا كيف اعرف ان هذا التصرف هو نكد؟ سلبي، ان هذا الانسان ولا ما لا لا، كيف اعرف ان هذا التصرف هو ممكن نطلق عليه نكد؟ ما احنا تعرفنا على انه هو ضيق وعسره. ما انا بالنسبه لي يوم انا تصرفته مش قصدي اني اتصرف انت غير يعني مدرك انه هو نكد. ايوه، كيف انا ادرك اصلا ان لا هذا تروح طبيب نفسي. لان يعني مثلاً الحق مثلاً واضح وهذا واضح. مثلا انت اعطيتيني الحين الحرمه طلعت ويا زوجها وهي قالت له من سنه 10 الحين، فقال لي حبيبي واي مطعم تبين تسيرين، وين شوف خاطرك تاكلين هذا. والله انت تعال، انت دائما لازم انا اقول لك يعني انت ليش ما تقول. انا كزوجه مثلا ما ادري ان هذا السؤال راح يسبب نكد عندها. فهم. والزوج يوم سال هالسؤال اصلا لزوجه ما كان يدري، ما كان قصده اصلا ينكد عليها. فهم الطرفين، نشوف الطرف كل الثاني، كل واحد يفكر في راحه الثاني. صح، نشوف الطرف الثاني. في لا فعلا قوه الملاحظه عند الانسان لازم تكون مستحضره. الزوجه كثير لازم تكون نبيها كثير. وحتى الزوج، شوف احنا نرد نقول الوعي والادراك، الوعي والادراك. الانسان كل ما فعل الوعي والادراك بالاحساس اللي حواليه كل ما صار انسان فهيم يلقطها. ومش مفروض أستاذة تكون بعد في مراعاة وفي النظر لنفسي؟ لا أنت تقول هو، لا أنت قلت هو ما قصد. بس أنا مش مفروض تكون عندي حسن النية أنا كزوجة الحين يوم هو سألني؟ هي. مفروض أنا أبدي حسن النية إنه فقير مسكين. إحنا شنو قلنا عن الحسن النية توقع إن هاي خبرات سابقة. ترى ما تعودت مثلاً. ليش ما أبدأ بحسن النية المسكين سألني؟ لأنه هو يبغي أكلني شيء على راحتي أنا. مو بيوسف. وانا بعد كزوج تعلم. انا بعد كزوج يوم اقول له يا اخي، يوم هي قالت لي يوم هي قالت لي يا اخي انت مو ما تفكر يعني ما تودي لنا مكان عذوقك، ليش ما يعني تكون عندي انا حسن النيه ان هي بعد تبغيني تكون المبادره مني انا. زي ما علي خلاص انا بختار. لان بيوسف الناس لازم فيها اشياء، لازم فيها ضعف، هذا ضعف بشري، كل انسان عنده نقاط ضعف. هو مثلا على انا اتكلم عن الكمال والمثاليه. اي كل يعني انا مثلا توني اول مره متزوجه ما اعرف ان هذا الموقف يستدعي هذا اللي صار. قاعدين يسمعون تراهم. اي لا شوف انا اقول دائما على فكره دكتور انا احب انوه على نقطه ضروريه جدا ان على فكره نحن في حلقاتنا ترى ما نقدر نغطي كل الامور الكبيره هذه، بس الدكتور هنا جزاه الله خير او المستشار او اي ضيف نحن نحاول نيبه يعطينا مفاتيح